صورة إنسانية تضامنية لنادي ليونز دكتورز بطنجة، حيث طلبت كلية الطب والصيدلة أبوا ابتسامة على أوجه أطفال مجموعة مدارس الحد القديمة العمومية التابعة لجماعة حد الغربية في مبادرة إنسانية الأهداف. النادي مكون من طلبة كلية الطب والصيدلة هنا بطنجة. نادي الأهداف ديالو تنظيم قافلات إنسانية وطبية لرقيب هاد بالجهة ديالنا، ونحاولوا نقدموا داكشي اللي كنتعلموا للجهة ديالنا، نحاولوا نعاونوها. الحس الاجتماعي عن الطلبة ديال الطب كنحاولوا نبينه من خلال الجمعية ديالنا، والأهداف ديالها كتكون إنسانية وكما كذلك طبية. جينا اليوم باش نرموا جوج الأقسام ونعملوا أنشطة للتلاميذ هنايا، ونعملوا حتى أنشطة بيئية باش نفرحوهم شويه ونفرحو الناس ديال هاد المنطقه، وكنتمنوا زعما يتعاونوا معنا حتى هما ويدعموا النوادي فحال هيدا، كيكونوا كيعاونوا بزاف ديال المدارس. تلامذه النادي انقسموا الى مجموعات محدده من اجل ترميم واصلاح الاقسام مع اضافه لمساتهم الفنيه. حنا كنشتغلوا على الترميم ديال واحد 3 القاعات، جوج قاعات منهم قاعات دراسيه للتلاميذ اللي حاولنا نعاودوا الترميم ديالها من الداخل، نديروا لهم فيها رسومات، كما اننا كنشتغلوا نعملوا واحد الركن ديال القراءه فيها. بالنسبه للقاعات، القاعه الاخرى فهي قاعه اداريه، كنشتغلوا على الترميم ديالها هي من الداخل ومن الخارج. هادشي كامل باش اننا نحاولوا ما امكن نحبوا دوك التلاميذ بانهم على القراءه في ديك القسم، وانهم يكونوا مركزين ونحبوهم في الدراسه. طلبة الطب والصيدلة بطنجة أبانوا على قدرتهم على رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، الشيء الذي يعتبر بالنسبة لهم قيمة ثمينة لا تضاهى، جاعلين من نبل مهنة الطب أساسا لجميع المبادرات المجتمعية المستقبلية.